هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. التحدي ايش هو؟ نطلع هاي الطاولة. طب انا ولا مرة حملت ركت بينج بونج. مشكلة هلا بتحملي هذا. طب بدور سباحة اسامة احسن. سباحة سكواش ايش بفهم فيه؟ وانا مش فاتح اتحاد عشان يعني موقع مش اتحاد رياضة. طب العب محلي. ما راح العب محلي. طيب يلا. تحدينا مش بس لعب. تحدينا بدك تكوني مركزة برضو معي تجاوبي أسئلة، ممكن هاي الأسئلة تكون محرجة ما حدا تجاوبي عليها، معك باس واحد ومعك كمان باس بس تنخصم منك وان سكور. لا ما بنحرج أنا. أوكي أوبن بوك، اسأل اللي بدك إياه. تمام يلا راح نعد 3-2-1 جو. يلا مجد الخطيب، كيف حالك؟ منيحة. شو أخبارك؟ كويسة. عم بعرف أرمي. يلا ليه انت اخصائيه تربيه؟ لانه شوف انا طلالي ادرس طب ومع هيك قررت ادخل تغذيه لاني انا بدور على إشي صراحه يفيد الناس. ما اقعد 12 سنه ادرس لانه ب 12 سنه هدول بقدر اكمل بس حياتي بقدر اطور من حالي بالدراسه وبنفس الوقت بدرس اللي بدي اياه بفيد الناس. ما كان هذا السؤال. ايش بدك؟ سؤالي بيقول ليه انت اخصائيه تغذيه؟ عشان افيد الناس. خليني اكمل لك السؤال. فكرته خلص. لا مش السؤال. لا تشكيش. لا تشكيش. قل لي. ويعني مهمتك انك تحفي الناس. تحياتنا اكيد لزوجك صديقي. حبيبنا. اوكي. بس زوجك وزنه مرتفع ليه؟ صحيح، ما هو جوزي بطيني. بضل يطبخ لنا اشياء زاكية، هو بياكل هم وانا بشم. بس فهو صراحة ما حاولتي معاه؟ ما حاولتي؟ بلا أنا لازم أقولكم راحة الطابة. أنا لازم أقولكم هاني نحب 95 كيلو وتعرفنا على بعض أنا وياه بالعيادة. وآخر 35 كيلو منهم نزلهم معاي. بس لا واضح أنك مركزة كثير باللعب. تفضل. ما بحبها. بس اللي صار صراحة إنه صار في الكورونا. بس صار أنت المفروض تلقوا فيها. أنت المفروض تلقوا فيها. أتركها ما بعرف ألعب بتربع على الطاولة هلا خلص. فاللي صار مع الكورونا صراحة انه احنا قعدنا وكان عم بيكمل ماجستير وصار في ضغط نفسي طبعا، فتفنن بالاكل زيادة عن اللزوم ونصح وقتها، بس هلا قرر يرجع ينحف فخليكم تيوند عشان تشوفوا قد ايه حينزل. طيب كونك اخصائية تغذية، هل تعتبر زيادة الوزن بالنسبة لك شخصيا فوبيا؟ مش فوبيا، انا عندي مشكلة مش بالشكل صراحة بالوزن، انا عندي مشكلة بالصحة. طبعا. فانا بخاف من ال والله سفاحة هي طارق ما شاء الله عليك. فأنا بخاف صراحة من موضوع الوزن بالصحة فقط وليس شكل. بس مش فوبيا لا. بس إذا بدك تسألني أنا ما بترك حالي أزيد أكثر من 2 كيلو. هل أنت كباقي البنات عندكم عقدة من زيادة الوزن؟ لا ما عندي عقدة من زيادة الوزن لأني ما بسمح حالي أزيد. شو عقدتك في الدنيا؟ شو عقدك في الدنيا؟ صراحة أمراض، يعني بخاف إن أمرض أمراض لا سمح الله ما يكون إلها علاج. أنا هذه فوبيا تاعي يعني بس. بس غير هيك لا. هاي الفوبيا تبعتك. طيب اسالك سؤال. قل لي. في اتهامات تجاه اخصائيين التغذية. انه هم فقط شوف وضحك على اللحى. منظرة يعني. كاربس بروتين وبتعرف هاي الحكي. شو رايك بهاي الاتهامات اللي انه بنحف حاله بنحف حاله بدون حاجة انه ادفع فلوس واروح لاخصائية التغذية وتعمل لي اكل، ثلاث ارباع اخصائيات التغذية فتحوا مطاعم. والربع الثاني اي واحد شايف حاله زهقان مفتح مطعم بالفتول. صح. شو رايك؟ شوف احكي لك شو هلا. في كثير يعني ما بنقدر احنا ننكر انه في كثير اخصائيين تغذيه اوريدي شاطرين. صارت موضه يعني. هي صارت موضه الاكل الصحي اكثر من التغذيه. المشكله انه كل حدا بده يشتغل بالتغذيه بده يعرف انه احنا بس ما عم نعطي ورقه درسناها بالجامعه بغض النظر احنا شو درسنا عم نكتب لهم اياها. الفكره انك انت تعمل بوند بينك وبين الزباين. عندك طابه ولا اجيبها؟ خليك تجاوبي. بدك تعمل بوند بينك وبين الزباين. طبعا. توصل لمرحلة الثقة بينك وبينهم عشان تقدر انت توصل لهم. موضة طبعا موضة. انا صراحة كمجد كثير ناس بيجوا بشوفوني بيقولوا لي مثلا بمطعم عم تاكلي بطاطا، طب ما انت اخصائية تغذية، طب ما انا بني ادمة زي زيكم. او مثلا بحبيبة بيشوفوني بيقولوا لي مثلا عم تاكلي كنافة حبيبة. عارف كم النتيجة بس؟ 20-1 مليون صفر على النتيجة عشان ولا سكور جبتي. لا جبت وحدة ما عرف يشوطها. لا هو مش معنى يشوطها معناته تسجلت لي. لا هي مش هيك القوانين تبعت اللعبة. قلت لك ما بحبها. هذه إجابة. هلا نرجع سكور. احنا راح نعد بس نقطك عشان نكون في الصورة. حاول تجيب سكور اللي جاي. طيب يلا. طيب اوكي. فبتحسي انه في جزء من الموضوع صار شو اوف و لا صراحة انا ما بصدق انه شو اوف. هلا شو اوف بيصير على السوشيال ميديا ما بيصير على العيادات لانه ما في حدا. هلا وزارة الصحة لها قوانين معينة. طبعا. فانا بس اللي بخاف منه من الشو اوف اللي ما بيكون بيعرف معلومات وبينزل على السوشيال ميديا
الميديا معلومات والناس يصدقوهم. اللي بخاف منه اكثر اسامه انه سمي حدا من الناس. لا ما بقدر صراحه. لازم تسميها بتحكي فاس. اسمي حدا ايش؟ له على بنزل معلومات غلط وبضحك على الناس. لا مستحيل انزل فاس. لا لا لك ليه؟ لانه انا بالنسبه لي هي سمعه شخصيه، يعني هم ممكن يكونوا دارسين ولهم شهاداتهم، اما اذي سمعه ناس مستحيل. خلصت طبعا. هي هل كل حدا يكون دارس هذا الشيء قادر انه يوصل معلومات على السوشيال ميديا؟ لا لا طبعا، لانه لازم يكونوا متعودين صراحه على فكره التي في، يعني اذا هم مش متعودين على التي في وصحبه مع الكاميرا ما بيقدروا يوصلوا اي معلومه. اعطيني نسبه مئويه من نسبه الناس اللي على السوشيال ميديا بيعطوا معلومات. يعني 20% بمجال التغذيه. بمجال التغذيه فقط. لا في 60% منهم بيحكوا اشياء غلط. والله كثير عاليه. عاليه كثير. ما انا مشان هيك بقول لك انا بخاف. هلا شوف، مش بس المشكله الاخصائيين التغذيه، مشكله اي حدا نحيف بفكر حاله انه قادر انه يحكي للناس كيف هو نحف وكيف حافظ على وزنهم. السوشيال ميديا سيف ذو حدين. اذا هم فكروا اني انا بس بدي اوصل لهذا الكسم واوصل دبل زيرو وانا بدي انزل عشان اقدر البس كل هذا اللبس، لا. حتى افخم ديور الازياء، بيوت الازياء يعني كهلا قاعدة عم تعمل اواعي بيج سايزز. هذا مش معناته انه احنا بنحمس الناس ينصحوا، بس هذا معناته حبوا حالكم ريجاردلس ايش انتم شكلكم. يعني مش كل حدا بتشوفوه على السوشيال ميديا نحيف او مثلا بيلعب جيم كمثال. طيب المدربين الصح شو رايك فيهم؟ احترامي الشخصي لإلهم، بس انا ما بطلع لي احكي انت شو تروح تلعب بالجيم رياضه صراحه. يعني اوكي بفهم، واوكي صح كنت منتخب وكنت بلعب رياضة كيف بس بتعلم بسرعة. فهي الفكرة الأساسية إنه هي طلعت نعم. فهي الفكرة الأساسية أنا ما بطلع لي أتدخل بشغلهم، وهم ما بطلع لهم يتدخلوا بالتغذية unless هم ماخدين كورسز زيادة طبعا بموضوع التغذية. تمام ممتاز. شو في سؤال؟ إيش في كمان؟ طيب مين ما بيشوفك لازم يحس بالطاقة الإيجابية تبعتك. ما بتذكرش في يوم من الأيام شفناك إلا تضحكي. صراحة لا، إذا أنت بتتذكر شوي بي 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 ببرنامج قبل كنا عاملينه، كنت أهلي مرات مودي ضارب على الإذاعة، بس أنا مو من الناس اللي بسمع. ما بتفارق. لأني ما بسمح للطاقة السلبية هي اللي يعني هي اللي تضغط. يعني أنت اليوم إحنا شوي أخرناكي بالتصوير. عندي تصوير فمجد لازم نعيد هذا الإشي. اوكي. ما هو شوف صراحة علي أكئب حالي وأحكي لا. تمام. ولا صح. إيش هاي ليون فوق الحواجز؟ طيب تفضلي احكي. بقول لك اكب حالي واقعد افكر ولا خلص استوعب الموضوع واتقبله واكمل. يعني كلنا بنوقع بمطبات بحياتنا، بس هذه المطبات اذا تركناها تاثر بحياتنا صراحه ما بنقدر نقوى. لا خلص كملوا حياتكم، كمل يلا كملوا حياتكم وتجاوزوا هاي المطبات واضحكوا، ودائما امنوا انه ربنا دائما بيبعث الخير. يعني يمكن هلا تاخيره التصوير لا سمح الله حمتني من حادث برا، عرفت؟ ما في شيء بيصير الا لسبب معين. فدائما امنوا انه ربنا بعث لنا الخير وخلص امشوا بهالدنيا. بديش اتعلم سامح برضه. طيب لانه حاليا الجاس 1 اوكي يلا صار وقت انه نشوف مين اخر كومنت ونربحوا جائزه. شوف شو الجائزه. هتعرف نسيت اي هذا اخترناه وهذا هذا اخترناه مش طيب. اوكي شكرا يا سعاده وجودك معي في حياتي عشان لو لقيت البرنامج انا بدخل في الحيط. طيب اللي مشير اللايف شارك البث مشير اللايف ربح معانا واخر كومنت طبعا ربح معانا عطر الشعر مقدم من اليورا هير بيرفيوم، اشتراك واي فاي لمده سنه مقدم من امنيه، قسيمه بنزين بقيمه 10 دنانير مقدمه من مصير للزيوت والمحروقات. الف 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 مبروك ونرجع نكمل مع مجد الخطيب. اتبقى برضه وانا بلعب؟ طبعا طبعا. طب كان بتقول لي كشف اوعي رياضه الله يسامحك. عادي على الهدف. سؤالين ضايل وراح نخلص عشان نروح السكور. يلا. وقفتي برنامجك ديتوكس على اذاعه جي بي سي. نقطة إليك على فكرة. نقطة إلي؟ ألف مبروك. شايف ديتوكس شو بيسوي؟ اوكي. كمان سؤالين لمجد الخطيب. يلا كمل لي إياهم. تمام. شوف قد إيه تعبت ليون شايف هذا وأنا بعرفش ألعب. وقفتي برنامجك ديتوكس على الراديو بالرغم من النجاح الكبير اللي حققه. ليه ما رجعت اللي ما شفناه يعني ما شفناك هي ثاني نقطة على فكرة. ليه ما شفناك في برنامج إذاعي جديد؟ اقول لك انا عندي قناعه كل مرحله من حياتنا لها شيء معين لازم نعمله. هلا احنا كثير عندي صراحه بروجكتس وكثير عندي مشاريع معينه سواء بالسوشيال ميديا سواء بشركات معينه، بس هذا لا يعني انه فيش شيء على الطريق، وهذا لا يعني انه ما في اوبشنز ثانيين ممكن نعمل. فخلي المفاجات لقدام عشان كل يتحمس عليهم صراحه. شو بدنا نسالك اخر سؤال؟ السؤال بدك تسالني. طيب
بتحسي علاقات السوشيال ميديا مصلحة؟ في وفي لا، انا في عندي اصحاب من السوشيال ميديا صاروا اصحاب كثير مقربين لي، وفي اصحاب بنبسط اني تعرفت عليهم عشان اتعلم قد ايه في ناس منافقين بالحياة صراحة. صح؟ طيب شخص مستحيل لو اجاك تصوري على السوشيال ميديا وتتصوري معه؟ ما عندي عداوة. ما عندك عداوة؟ لا الحمد لله ما عندي عداوة ابدا الحمد لله، ولا بكره اي بني ادم. فيش ناس تحسس تطلعين عندك على الكاميرا على السوشيال ميديا؟ لا لا اهلا وسهلا. انا بالنسبة لي شوف اللي بده يطلع بنظره المنيح لإله بده يطلع منظره العاطل لإله، ما ناس حيضرني ولا ينفعني. هيك احنا خلصنا التحدي. شكرا ليون. مليون. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.